الرئيس الأسد يؤكد أن دعم الروسي للجيش العربي السوري رجح كفة الحرب ضد الإرهابيين وحدات من الجيش تستهدف أبكار الإرهابيين في أرياف درعا وتدمر ودير الزور وأكثر من 150 قتيلا ومصابا في حادثة دهس بمدينة نيس الفرنسية نحييكم من دمشق ونقدم لكم نشره السادسه صباحا من الاخباريه السوريه. الرئيس بشار الاسد يؤكد ان الدعم الروسي للجيش العربي السوري رجح كفه الحرب ضد الارهابيين وفي حوار مع محطه ام بي سي الامريكيه اضاف الرئيس الاسد ان الجيش العربي السوري حقق تقدما كبيرا مؤخرا وهذا هدف اي جيش او اي حكومه. مشيرا الى ان تحقيق الانجازات في سوريا يعتمد على مدى الدعم الذي سيتلقاه الارهابيون وعلى حجم التجنيد الذي تقوم به تركيا باموال سعوديه لادخال مزيد من الارهابيين الى سوريا واكد الرئيس الاسد ان سوريا مدينه لكل من وقف الى جانبها في حربها ضد الارهاب وأوضح الرئيس الأسد أن المسألة ليست شخصية بينه وبين الرئيس الامريكي باراك اوباما بل بينه وبين من يريد تدمير سوريا وخصوصا الارهابيين في سوريا الان وقال الرئيس الاسد ان السوريين يستطيعون اذا تمكنوا من التخلص من الارهابيين استعاده الاستقرار في سوريا عندها ننتصر وخلاف ذلك لا نستطيع التحدث عن الانتصار President's key aims, which was to remove you from power, has clearly failed. Or do you believe it's failed? Yeah, I said he's failed, but doesn't mean I win because for him the war is to remove me. For me, the war is not to stay in my position. For me, the war is to restore Syria. So, yeah, you're talking about two different wars. For me, I'm not fighting my war. I'm not fighting the war that the president should stay. My war is to protect Syria. I don't care about if I stay or not as long as the Syrians don't, don't want me. To be my position, for me, I don't care about what, what the other presidents wants. I care about what the Syrian wants. If they want me to stay, I'm going to stay. If they want me to leave, I'm going to leave. So it's different, completely different uh, thing. اكدت وزاره الخارجيه والمغتربين وقوف سوريا الى جانب جمهوريه كوريا الديمقراطيه الشعبيه في الدفاع عن سيادتها وحمايه حقوق شعبها وادانتها العقوبات التي تستهدفها قياده وشعبا وقالت وزاره الخارجيه والمغتربين في بيان انه انطلاقا من التزام حكومه الجمهوريه العربيه السوريه بالمواثيق الدوليه فان سوريا تدين العقوبات التي استهدفت القياده العليا لكوريا الديمقراطيه بالبعدين الاخلاقي والانساني وتعتبرها انتهاكا لاراده الشعب الكوري وحقه في تقرير مصيره واضافت الوزاره ان حكومه أن الحكومة السورية تقف ضد زيادة عسكرة شبه الجزيرة الكورية من خلال نشر الدرع الصاروخية الأمريكية في أراضي كوريا الجنوبية وتتمسك بضرورة إحلال السلم والأمن في شبه الجزيرة الكورية من خلال الحوار بين الكوريين أكد مراسل الإخبارية في حلب أن وحدات من الجيش العربي السوري سيطرت على معمل كورني خمسة في منطقة الليرمون في حلب ووحدات من الجيش والقوات الرديفه تستهدف تحرك مجموعه من عناصر تنظيم داعش الارهابي في محيط حقل شاعر وتحقق اصابات مباشره في صفوفهم والى ذلك دمرت وحده من الجيش والقوات المسلحه سياره بيك اب محمله بالارهابيين جنوب الجمرك القديم في درعه والطيران الحربي السوري يدمر اليات وتحصينات لتنظيم داعش الارهابي في ريف دير الزور جولة على أبرز الأحداث الميدانية في التقرير التالي خروقات تنظيمات تكفيرية لاتفاق وقف الأعمال القتالية مستمرة لترتفع منذ بداية تطبيقه في السابع والعشرين من شباط الماضي إلى سبعمائة واثنين وسبعين خرقا خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية ففي ريف حمص نفذ سلاح الجو في الجيش العربي السوري طلعات مكثفة على تجمعات وأوكار لإرهابي تنظيم داعش شرق مدينة تدمر ما أسفر عن تكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد الحربي وتدمير مقرات ومنصات إطلاق الصواريخ فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تدمير الطيران الحربي الروسي خمسين هدفاً للتنظيم الإرهابي في تدمر خلال اليومين الماضيين وفي ريف دير الزور دمر الطيران الحربي السوري تحصينات لإرهابي تنظيم داعش في قرية البو عمر وقضى على محاور تسلل ونقاط لتجمعات إرهابي داعش في المرعية والجفرة أدت بمجملها إلى تدمير آليات وأوكار لهم والقضاء على عدد منهم في غضون ذلك اشتبكت وحدات من الجيش في درعا مع مجموعات إرهابية تنتمي لتنظيم جبهة النصرة وكبدتها خسائر بالأفراد والعتاد جنوب الجمرك القديم وحي المنشية في منطقة درعا البلد ومحيط قرية لنعمة وليس بعيدا عن درعا فقد قضت وحدات من الجيش على عدد من الإرهابيين من تنظيم جبهة النصرة في ريف القنيطرة الشمالي وذلك على الطريق الواصل بين قريتي الحميدية والحرية غرب مدينة البعث أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن ست قاذفات بعيدة المدى من نوع تو 22 ام 3 انطلقت من الأراضي الروسية ووجهت ضربات مركزة لمنشآت داعش في تدمر السخنة وأراك في حمص واستهدفت كذلك محطة لاستخراج النفط في حمص واكدت الوزاره في بيان لها ان الغارات اسفرت عن تدمير نقطه تحكم لتنظيم داعش ومعسكر تدريب ومنشاتين لتكرير المنتجات النفطيه كما كبدت تنظيم داعش خسائر كبيره في الارواح والعتاد واضافت وزاره الدفاع ان كل الطائرات التي نفذت الغارات عادت الى قواعدها سالمه. وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن القوات الجوية الروسية استهدفت أكثر من خمسين هدفا لتنظيم داعش الإرهابي في سوريا منذ الثلاثاء الماضي إلى ذلك أكدت وزارة الخارجية الروسية أن وحدات القوات الجوية الروسية العاملة في سوريا لا تستهدف الا الارهابيين من تنظيمي داعش وجبهة النصرة ولا تستخدم ذخائر كيماوية، ونقل موقع روسيا اليوم عن الخارجية الروسية قولها في بيان ردا على تقرير مصور يزعم استخدام الطيران الروسي ذخائر مزودة بمواد كيماوية، نود ان نؤكد من جديد ان القوات الجوية الفضائية الروسية والقوات الجوية العسكرية السورية لا تنفذ عمليات خاصة. الا ضد مواقع تنظيمي داعش وجبهه النصره الارهابيين استجابه لطلب الحكومه السوريه. ارتقاء شهيدين واصابه سبعه اخرين جراء سقوط قذائف اطلقتها المجموعات الارهابيه ورصاص القنص على الاحياء السكنيه في مدينه حلب في خرق جديد لنظام التهدئه. وافاد مصدر في قياده شرطه حلب بان المجموعات الارهابيه استهدفت بالقذائف الصاروخيه ورصاص القنص احياء سيف الدوله والزهراء والشهباء في مدينه حلب واشار المصدر الى ان الاعتداءات الارهابيه ادت الى اصابه اربعه اشخاص بجروح بينهم امراه واضرار ماديه في الممتلكات العامه والخاصه للاهالي اكد رئيس الروسي فلاديمير بوتين ان روسيا تعول على ان تتلقى موقفا بناء من واشنطن حول الازمتين في سوريا واوكرانيا وقال بوتين خلال لقائه مع وزير الخارجيه الامريكي جون كيري في موسكو ان مكالمه الاخيره مع الرئيس الامريكي باراك اوباما تعزز ثقتي بتحقيق تقدم على طريق حل الازمه في سوريا من جهته قال كيري نعتقد ان موسكو وواشنطن تستطيعان فعل الكثير لحل عده ازمات وعلى راسها الازمتان في سوريا واوكرانيا المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي مستورا يقول انه ينتظر ما سينتج عن لقاء وزير الخارجيه الامريكي جون كيري بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجيه سيرجي لافروف كيري في موسكو هل هي تتمة للتحولات الأخيرة في سياسات المحور الداعم للتنظيمات الإرهابية؟ أم هي رغبة جادة في المزيد من التنسيق العسكري في الحرب على الإرهاب؟ الرئيس فلاديمير بوتين يلتقي في الكرملين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي جون كيري اجتماع يعقد بالتزامن مع اشتداد المعارك في سوريا والعراق ضد مختلف التنظيمات الإرهابية المتطرفة المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف اوضح ان الرئيس بوتين سيبحث مع الوزيرين جمله من الموضوعات الدوليه على راسها الازمه السوريه والنزاع الاوكراني، اضافه الى مسائل العلاقات الثنائيه الروسيه الامريكيه. في حين فصلت صحيفه الواشنطن بوست النقاط التي سيطرحها الوزير كيري في موسكو، ورات ان وزير الخارجيه جون كيري سيقترح على القياده الروسيه في موسكو تبادل المعلومات الاستخباراتيه والعملياتيه حول سوريا. واشارت الصحيفه الى ان التوصل الى مثل هذا الاتفاق سيسمح للبلدين بالتركيز على ضرب مسلحي تنظيمي داعش وجبهه النصره الارهابيين. على ايقاع زياره كيري الى روسيا، اكد المبعوث الدولي الى سوريا ستيفان دي على اهميه الفتره المقبله، نظرا لما ستشهده من مواقف حاسمه بشان الازمه في سوريا. وتحديد موقفي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وعلى هامش مؤتمر صحفي بجنيف قال ديمستورا إن الأيام القليلة المقبلة حاسمة لتحديد المواقف وستساعد في توضيح العملية السياسية والإنسانية مؤكدا أنه ينتظر ما سيحدث في موسكو وسائل أعلام روسية ذيلت اخبارها عن زياره كيري بان موسكو تامل ان تسهم هذه الخطوه في تحسين العلاقات الثنائيه الروسيه الامريكيه التي تؤثر في الغالب على دعم الاستقرار العام وحل دائره واسعه من القضايا الدوليه ومع وصول وزير الخارجيه الامريكي جون كيري الى موسكو في زياره تستغرق يومين صحيفه الواشنطن بوست الامريكيه تكشف ان وزير الخارجيه الامريكي على محق المعرفه ان تنظيمي جيش الاسلام واحرار الشام هما الا متفرعان عن تنظيم القاعده الارهابي مثلهما مثل داعش والنصره يوجد عدد من الجماعات الفرعيه المنضويه تحت داعش وجبهه النصره المصنفتين كجماعات ارهابيه خصوصا جماعتي جيش الاسلام واحرار الشام. اعتراف امريكي صريح بان تنظيمي احرار الشام وجيش الاسلام الارهابيين هما تنظيمان متفرعان من تنظيمي داعش والنصره المدرجين على لائحه الارهاب الدوليه. تصريح اربك الخارجية الامريكية برمتها، والتي كانت تعمل ليل نهار على عدم اعتبار هذين التنظيمين ارهابيين. هاتان المجموعتان من المعارضة هما بصراحة حتى الان جزءا من وقف الاعمال العدائية. دفاع مستميت من قبل الادارة الامريكية عن التنظيمات الارهابية وتحديدا تنظيمي ما يسمى بأحرار الشام وجيش الإسلام رغم أن هذين التنظيمين مسؤولان عن ارتكاب الكثير من المجازر ومن بينها مجزرة الزارة الذي اعترف بها تنظيم أحرار الشام الإرهابي. اعترفت جماعة أحرار الشام بالمشاركة في الهجوم وارتكاب المجزرة في بلدة الزارة، قناة روس اليوم ذهبت إلى القرية ووصف السكان هناك مذبحة قتلت فيها التنظيمات الإرهابية النساء والأطفال وخطفوا العشرات من الناس، لماذا تصر الولايات المتحدة أن هذه المجموعة أي أحرار الشام لا ينبغي أن تضم القائمة السوداء جنبا إلى جنب مع جبهة النصرة؟ تم الموافقة على المعايير من قبل كل شخص في مجموعة دعم سوريا الدولية وليس فقط من قبل الولايات المتحدة لكن لماذا قاتلت الولايات المتحدة الأمريكية إذن في الأمم المتحدة الأسبوع الماضي لأجل عدم تضمين هذه المجموعات هذا قرار صنع من قبل مجموعة دعم سوريا الدولية هذه المراوغة والهروب من أسئلة الصحفيين وتزييف الحقائق وتبرير الجرائم سياسة انتهجتها الإدارة الأمريكية منذ بداية الأزمة في سوريا سياسة تغطي من خلالها عن دورها في دعم وتسليح التنظيمات الإرهابية بهدف إشعال الحروب والفوضى في دول العالم وخاصة في سوريا أحرار الشام غير مصنفة كجماعة إرهابية نعتقد أن هذا النوع من العمل أي مزرة الزارة في هذه المرحلة من الوقت سيكون له تأثير ضار على وقف الأعمال العدائية وكذلك على العملية السياسية برمتها اتفقنا على أن هذه المجموعة ستكون جزءا من الهيئة العليا للمفاوضات مع توقع أنها لن تنتهك وقف الأعمال العدائية ولن تنفذ هجمات وحشية كم من المرات وكم من القرى يجب أن يقوم هذا التنظيم بارتكاب مجازر فيها قبل أن يصبحوا سيئين جوش روجن الصحفي الأمريكي كتب في مقال في الواشنطن بوست بعنوان كيري ينتهج الخط الروسي بخصوص جماعات الثوار في سوريا قال في مقاله إن هذا التصريح، تصريح كاري بأن جيش الإسلام وأحرار الشام تنظيمات متفرعة عن داعش والنصرة، أغفلته معظم وسائل الإعلام في مدينة اسبن، رغم أنه دق جرس الإنذار داخل إدارة أوباما. وقال روجن: اثنان من المسؤولين في الإدارة ممن يعملون في الشأن السوري، قالوا لي إن تسمية كاري لجيش الاسلام واحرار الشام جماعات فرعيه من تنظيمات ارهابيه لم يكن مجرد تصريح غير دقيق فحسب بل يضر بشكل كبير بجهود حكومه الولايات المتحده في اقناع الروس والحكومه السوريه بعدم القيام بهجمات ضدهم ويقول روجين ايضا في مقاله على لسان مسؤول كبير في الاداره الامريكيه كنا نحرص طوال سنوات الا يساوي الروس والسوريون تلك الجماعات بالارهابيين وكاري ضيع هذا الهدف ليست هفوه ولا خطا فلا مكان للاخطاء والهفوات والمصادفات بعالم السياسه انها فضيحه تكشف حقيقه الاداره الامريكيه وتكشف دور هذه الاداره بدعم الارهاب والتستر على جرائمه الارهاب ليس بالاسم ان كان جبهه النصره او داعش الارهاب هو بالمسمى ومن يقف خلفه بالفكر والمال والموقف نشرتنا متواصله وفيها بعد قليل طيران النظام السعودي يجدد خرقه لاتفاق وقف اطلاق النار في اليمن حياكم الله من جديد ارتفع عدد الضحايا في مدينة نيس الفرنسية إلى قرابة ثمانين قتيلا وأكثر من مئة جريح جراء قيام شاحنة بدهس حشد من الناس في أحد شوارع مدينة نيس جنوب شرق فرنسا كانوا محتشدين لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني في فرنسا هي الحادثة الأسوأ في تاريخ مدينة نيس الفرنسية ليلة دموية عاشها أهالي المدينة ذهب ضحيتها قرابة الثمانون قتيلا وأكثر من مائة جريح جراء دهس شاحنة لحشد من الناس كانوا محتشدين لمشاهدة الألعاب النارية بمناسبة احتفالات العيد الوطني سائق الشاحنة استطاع السير مسافة 2 كيلومتر داهسا بطريقه كل من رآه قبل أن توقف الشرطة الفرنسية السائق وتشتبك معه وترديه قتيلا وعلى الفور سارعت الشرطة الفرنسية بفرض طوق أمني على المنطقة وطلبت الأهالي التزام بيوتهم تحسبا من أي عمل إرهابي آخر في هذه الأثناء عاد الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند من مدينة إفينيون إلى العاصمة باريس وذلك لترأس اجتماع خلية الأزمة التي شكلتها وزارة الداخلية الفرنسية إثر الحادث وتم اعلان حاله الطوارئ لمده ثلاثه اشهر، واشار فرانسوا اولاند الى ان فرنسا تقع تحت تهديد الارهاب. بدوره وصف رئيس اقليم مدينه نيس ان هذا الحادث هو الأسوأ في تاريخ المدينه، فيما اشارت مصادر اعلاميه عن ان المشتبه به يحمل هويه فرنسيه تونسيه وجدت معه في الشاحنه التي كان يقودها بالاضافه الى اسلحه ومتفجرات. جدد طيران نظام السعودي خرقه لاتفاق وقف اطلاق النار في اليمن بشنه عشرات الغارات على مناطق متفرقه من البلاد ونقلت وكاله الانباء اليمنيه السبا عن مصادر عسكريه يمنيه قولها ان طيران بني سعود شن غارتين استهدفتا مناطق متفرقه بقطاع جيزان واكثر من اربعين غاره في اقل من ثلاث ساعات على جبال كهبوب جنوب محافظه تعز كما قصف المنطقه من البوارج الحربيه وبمختلف انواع الاسلحه والصواريخ. الى ذلك حمل جون برينن مدير المخابرات المركزيه الامريكيه سي اي اي مملكه بني سعود مسؤوليه ظهور التنظيمات الارهابيه التي تدور بفلك القاعده وتمددها واصفا المجتمع السعودي الذي يتبنى الفكرة الوهابية التكفيري بأنه مركز لتفريخ الإرهابيين ويجمع المراقبون على أن منبت تنظيم القاعدة الإرهابي وأفرعه المختلفة هو النظام الوهابي الذي تتبناه أسرة بني سعود منذ أمد طويل واكد مدير السي اي اي ان النظام السعودي وحكومته يتحملان مسؤوليه نشوء التنظيمات الارهابيه والمتطرفه ما سمح بنشوء اشخاص تبنوا الارهاب والعنف مكررا بان التنظيمات الارهابيه ولدت من رحم نظام بني سعود. اعلنت وزاره الداخليه المغربيه تفكيك خليه ارهابيه على صله بتنظيم داعش الارهابي كانت تخطط لشن هجمات داخل البلاد. ونقلت رويترز عن الوزاره قولها في بيان انه تم اليوم تفكيك خليه ارهابيه على صله بتنظيم داعش تتكون من سته متطرفين ينشطون بمدن اغادير وامزمير وشيشاوه وايت ملول والقليعه، مضيفه ان المتابعه الامنيه لاحد افراد هذه الخليه كشفت انه كان في طور الاعداد لصناعه عبوه ناسفه لتنفيذ عملية إرهابية تهدف إلى إسقاط أكبر عدد من الضحايا وكانت وزارة الداخلية المغربية أعلنت أواخر الشهر الماضي تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش كانت تنشط في مدينتي وجدة وتندرارة شرق البلاد النائبة في حزب الشعب الجمهوري سالين بوكا تؤكد أن أردوغان سهم بشكل فعلي في جعل تركيا جزءا من الإرهاب الداعشي لتورطه في احتضان المتطرفين وتمويلهم وتدريبهم التفاصيل مع يمام واكد لم تهدأ أصوات الداخل التركي بإثارة الانتقادات الحادة تجاه سياسة أردوغان العنصرية بحق الشعب السوري وها هي نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري والمتحدثة الرسمية باسم الحزب سليم بوكا تحمل مسؤولية مآسي السوريين لرئيس النظام التركي وحزبه العدالة والتنمية بوكا وفي مؤتمر صحفي لها اكدت ان اردوغان ساهم بشكل فعلي في جعل تركيا جزءا من الارهاب الداعشي لتورطه في احتضان المتطرفين وتمويلهم وتدريبهم. اردوغان قدم وما زال يقدم كل انواع الدعم للمجموعات الارهابيه في سوريا، وسياساته اوصلت سوريا والمنطقه الى ما وصلت اليه من دمار، كما انه جعل تركيا جزءا من الارهاب الداعشي. وحول نية أردوغان الخبيثة في منح السوريين الجنسية التركية وتوطينهم في تركيا، بينت نائبة رئيس حزب الشعب الجمهوري أن هذا الأمر يعد جريمة إنسانية بحق الشعب السوري المهجر من وطنه بفعل جرائم التنظيمات الإرهابية، ولا جديد على أردوغان بهذه النية الاستفزازية، وهو الحالم الدائم باعاده احياء سلطنته العثمانيه فوق اشلاء شعوب نزفت دمائهم الطاهره نتيجه سياسته الارهابيه. نشرتنا انتهت والى عناوينها. الرئيس الاسد يؤكد ان الدعم الروسي للجيش العربي السوري رجح كفه الحرب ضد الارهابيين. وحدات من الجيش تستهدف اوكار الارهابيين في ارياف درعة وتدمر ودير الزور. واكثر من 150 قتيلا ومصابا في حادثه دهس بمدينه نيس الفرنسيه. وختاما هذه تحيه فريق العمل ونلقاكم على راس الساعه.